دكتور، عايزين نتكلم عن تبييض الأسنان. أيوة. بصي، تبييض الأسنان في منه 3 أنواع، في منه تبييض كيميائي، وفي منه تبييض ضوئي، وفي منه تبييض بالليزر. ايه الفرق بين التبييض الضوئي والتبييض بالليزر؟ بصي، هما الاتنين بيتفقوا في نفس الحاجة، ان احنا بنحط معجون على الأسنان، المادة اللي بتتحط اسمها هيدروجين بيروكسيد، لكن هو الاختلاف ما بينهم بيبقى في نوع الضوء اللي بيشغل المادة دي. في التبييض طبعا بالليد او التبييض الضوئي، الضوء هو اللي بيعمل لها اكتيفيشن، انما التبييض بالليزر بيبقى الليزر، تقنية الليزر هي اللي بتستخدم، الليزر هو اللي بيعمل اكتيفيشن للمادة دي. عايزينك توضح لنا اكتر مميزات التبييض بالليزر. طبعا هو احدث حاجه واحسن حاجه تبييض الاسنان بالليزر. اولا هو بيبقى سريع جدا، يعني الجلسه كلها انت ممكن تروحي في 15 دقيقه سنانك فاتحه حوالي من 6 ل 8 درجات، بيتم في 15 دقيقه السنان فوق وتحت. دي حاجه. تاني حاجه اهم برضو ميزه في الليزر، انه حساسيه الاسنان بعد التبييض بتبقى اقل بكتير جدا جدا جدا، يعني ملحوظه قوي عن التبييض الضوئي اللي هو التبييض بالليد. فطبعا الحساسيه بتقل جدا وبيبقى وقته اسرع، بالاضافه الى ان الليزر اوريدي بيكون مطهر، بيقتل البكتيريا. تقنيه الليزر بتكون بتعمل زي استراليزيشن، زي تعقيم، لانها بتقتل البكتيريا. تقنيه الليزر بتعقم اللثه وبتقتل البكتيريا اللي موجوده على الاسنان. بتكون السيشن مره واحده ولا بتتكرر؟ بصي والله، هي المفروض ان مدة التبييض بيستمر، يعني لون الاسنان بيستمر لفترة اطول، ده على حسب الهابت والعادات بتاعة البيشنت نفسه. بمعنى كل ما انا هحافظ عليها هتستمر. لو انا مثلا بشرب ان انا هيفي سموكر، او انا بشرب شاي وقهوة كابتشينو نسكافيه كتير، اكيد طبعا بقلل في المدة بتاعة لون الاسنان الابيض، اكيد بتغمق طبعا بعد فترة قليلة. لكن هي المفروض انها بتقعد قد ايه؟ بتقعد حوالي سنة. طب يا دكتور، ايه الأطعمة اللي ممكن تحافظ على بياض أسناننا أكتر؟ بصي، كل ما بنبعد عن الحاجات اللي فيها مكسبات اللون، بمعنى الكولا، الشوبس، اي حاجه فيها لون، شاي، قهوه، كابتشينو، نسكافيه، اي حاجه فيها لون، كل ما والسموكينج طبعا ده شيء قاتل، يعني كل ما بنبعد عن اي حاجه فيها لون، كل طبعا ما بنحافظ على لون سناننا احسن واكتر، بالاضافه لغسيل الاسنان بصفه مستمره بعد كل اكله. ايه الحالات اللي ما ينفعش تعمل تبييض اسنان بالليزر خالص؟ الحالات اللي ما ينفعش تعمل تبييض الاسنان بالليزر اللي هما بيكونوا بياخدوا مضادات حيويه، فبيبقى فيه لون اوريدي، او رواسب مضادات حيويه، او بعض العقاقير، يعني بعض الادويه، ادويه معينه بتعمل رواسب على الاسنان، فما بنقدرش ان احنا نبيض الاسنان بعدها. والهيفي سموكر اللي هو التدخين، الناس المدخنه زياده قوي، انا ما بفضلش بصراحه ان انا اعمل لهم تبييض، لانه يعني بنعمله وما فيش شهر او اتنين والموضوع بيرجع تاني. اخيرا يا دكتور، تنصحي بايه المرأة العربية ازاي تحافظ على اسنانها وتخليها درجة بياضها اكتر؟ بصي، اهم حاجة زيارة طبيب الاسنان، اهم حاجة ان احنا نزور طبيب الاسنان بصفة مستمرة، مش لما نتوجع او لما يحسب عندنا مشكلة نروح نزوره، لا. دي حاجة. رقم 2، غسيل الاسنان بصفة مستمرة بعد كل اكلة، لازم نستخدم فرشة اسنان مناسبة، ولازم نستخدم المعجون المناسب، وده طبعا اللي بيحدده الدكتور. في مواد طبيعية ممكن أخلي أسنانها بيضة في المن عن طريق البيت؟ لا، ودي أنا ما بنصحش بيها خالص خالص خالص، لأن الموضوع ده بيعمل مشاكل. أنا بيجي لي ناس بيقولوا لي إحنا حطينا فحم، حطينا بيكربونات الصوديوم، بسمع شوية حاجات كتير. لا، الحاجات دي طبعا دي بتاكل المينا بتاعة الأسنان، وعلى المدى الطويل بتعمل ألم وحساسية شديدة جدا جدا جدا. طبقة المينا اللي هي العازل بتاع الأسنان عن العصب، اللي بتبعد الأسنان عن العصب، المواد دي كلها مواد ضارة جدا جدا، مواد كيماوية بتبقى ضارة، فبتاكل طبقة المينا بتاعة الأسنان. فبالتالي بعد ما ممكن نعمل الحاجات دي أو الوصفات الطبيعية دي، دي في الآخر بتأدي بيك الحساسية شديدة وألم رهيبة في السنان، وبتبقى علاجها صعب قوي.